وسهلا. الشباب وجيزيل وكلهم قالوا لي شو ما عندك شي نكتة عم يعني فتش انه كله هيدا علم. فصح نمرق كم وحدة معلش هيك. قال زبون دخل كل يوم نفس المطعم، الجرسون بيسألوا عاوز تاكل ايه؟ بياخد فوطة الجرسون وبيشمها وبيقول له انتو عندكم النهاردي سمك ورز وسلطة من فوطة الجرسون. وهذا كل يوم بيعرف قائمة الأكل بمجرد ما يشم الفوطة. فالجرسون كان حيتجن، الراجل دي مالوش حل، شو هيدا يعرفهم بس يشم الريحة طبعا. فأعطى لمراته الفوطة وقال لها تنشفي بيها وأديها لي تاني. وبعد كده الزبون دخل المطعم وأخذ الفوطة زي كل يوم وشمها وبص للجرسون وقال له هو أنت جوزها لفتحية؟ هيدي عرف مرته دغري، قال له هيدي مرتك فتحية لأنه شمم ريحة فتحية بيعرفها. بقى شوفوا كيف فتحية هون. قال لها طالبة بتحكي لأستاذة أستاذ أستاذ، قال لها تفضلي بدك شيء؟ قالت له أستاذ سحابك مفتوح. انحرج هو وراح لعنده وقال له لما تشوفي السحاب مفتوح تاني مرة حكي باب الإدارة مفتوح عشان ما يعرف الجميع إنه هيك. تاني يوم نفس الشيء، البنت أستاذ أستاذ، قال لها تفضلي بدك تحكي شيء؟ قالت له باب الإدارة مفتوح والمدير طالع. شو بدنا نطلع هلا؟ The light of Egypt. خلت لنطلع ها. The light of Egypt، ها؟ Egypt، النور. في مصر. هلا شو عم بيطلع بمصر؟ ما بعرف إذا القصة مزبوطة بس في قصة بيقولوا إنه كلمة Egypt من وين إجت؟ أقباط، قبط، قبطي. قبطي. هلا في قصة ما بعرف إذا مزبوطة ولا لا، بس بيقولوا أيام الاستعمار. لما كانت انجلترا مستعمره وكذا. ليش هيك؟ ليش في غير استعمار بمثل العراق؟ في استعمار وفي هيداك. كان يروحوا وزير كذا ما بعرف يروح على مصر يشيك الامور ويرد يرجع لبريطانيا، يروح يشيك ويرد يرجع. فمره بيسالوا ملك بريطانيا بقول له كيف ارض مصر؟ بقول له This is the land of Egypt. This is the land، هذه أرض الإيجبت. قال له شو قصدك يعني؟ What do you mean؟ فقال له أول ما أوصل على مصر الكل بيلتم بيلتم علي بيصير يقول لي إيجبت إيجبت إيجبت. شو جبت لنا؟ إيجبت، إيه حلوة إيجبت. مش هيك شو جايب معك؟ فقال له This is the land of Egypt. وطبعا فرض ضحك هو على القصة، ما بعرف إذا مضبوطة بس لا مهضومة يعني مهضومة. فبقول الاسم من هون إجا، في ناس هيك بتقول. لانه ليش مثلا الاردن الاردن، سوريا سوريا، لبنان لبنان، ليش مصر ايجيبت؟ من وين اجى الاسم؟ anyway مزحة. كلهم فيكم تركبوا لهم كلمات مزحة يعني نكتة مقبولة نكتة. بس كان العلم عند الفراعنة. ما هي هون هلا بايثاغورس فيثاغورس. هلا معروف بعلم الحضارات او الميثولوجي وهيك بيفرجوا كيف العلم يلي كان عند اليونان أخذوه من الفراعنة، العلم يلي عند الرومان أخذوه من اليونان، يعني كل حضارة كانت تعلم يلي بعديها تعلم يلي بعديها. بيثاغورس راح درس في مدرسة العرفان في مصر يلي هي العلم العلم علم التكوين، شو ما بدنا نسميه، يلي هلا بياخذوا منه الكابالا، يلي بياخذوا منه الصوفيه الحقيقيه، اللي بياخذوا منه كثير من الامور. هالعلم يلي كان يلي موجود في مصر ولا زال موجود نفس المدرسه يلي درس فيها جورج جورجيف. نعم. بسموها ذا براذرهود اوف لوكسور. لوكس باللاتيني معناتها اللايت، النور. الاقصر. والكسير الحياه. اخوه النور. هلا هاي المدرسه ما بيعطوا العلم فيها لاي حدا. جورجيف لف سنين طويلة هو يدور تا عرفوا انه جاهز وقبلوه ودخل ودرس هالعلوم من عندهم. فيثاغورس قبل ما يقبلوه يلي هو بنعرف من اكبر العلماء يلي موجودين سواء ماديا او روحيا، قبل ما يقبلوه بهالمدرسة طلبوا منه صيام 40 يوم. نعم. اختبار للنفس واحد وتيكون العقل جاهز. لانه بلا صوم ما بكون العقل جاهز تيستقبل هالعلم. هالجواهر يلي موجودة. للأسف هالعلوم ما منستاهلها هلا، ما عادت موجودة بين إيدين الناس لأنه ما حد عم يستعملها صح.
وللأسف يلي حاكمين العالم هلأ عم يستعملوا هاي العلوم بالشر بدل ما يستعملوها بالخير. نعرف بالقرآن كيف حكى هاروت وماروت يعلمان الناس السحر كيف بالقرآن. كيف القصة شو هي الخمس صلوات وليش ومين مع مين وكيف يلي فرج الناس إنه كيف هذا العلم كتير قوي وكتير خطير. انتبهوا ما حدا يستعمله إلا بالضبط في مكانه، هلأ عم يستعملوه في الشر. هلأ جيم كيث كتب واحد من الكتب الكتير مهمة Mass Control Engineering Human Consciousness. جوردان ماكسول والناس يلي بدرسوا هالعلم وبعدهم أحياء وبيحكوا عم يفرجوا قديش مثل هذا الكتاب، هذا من أهم الكتب يلي حكوا في الموضوع، لأنه عم يفضح عم يفرجي بالضبط كيف هالحكومات صار لها آلاف السنين عم تدرس كيف ممكن أنا engineering the human consciousness، كيف أعمل هندسة لوعي الإنسان حتى أقدر أسيطر عليه وأمشيه بالضبط مثل ما بدي. صار بقالهم آلاف سنين عم يدرسوا هذا العلم. سامحوني رح أقطشو تخبركم شغلة ونقطشو كمان هاللي عم تكذبي. كل الجوروز اللي إجوا على لبنان واحد منهم ما فيني إلكن منوه وكلها كذب، بنكح الأولاد الصغار والنسوان والرجال واللي بدك إياهم قلطة يطلعن على السماء، لأنه هو عامل إنجينيرينج. هيدا أول شيء. كل بيعين الأعشاب العشابين اللي كان يطلع ما رح سمي لكم ياهم، كل اللي بيبيعوا كريمات كله خلص انفضحت القصة. كل هالعلوم حتى على أجرك أنت، أنت روح مشي وتنفس كلمتين قالها واحد عربي بكندا واختفى، قال له تنفس وامشي وكل أكل ما محطط له نار، واسمه محمد كمان ما رح نسمي عائلته. كله هيدا كذب. هالعلوم رح يفيك بإيديك بإجريك بعينيك وفيك، انطوى العالم الأكبر وجسمك فيك، ما في شي برا. تختبر شوية اختبارات أسرى بعبدي أو تقبضي، بس ترجع لكتاب خير جليس. كله كذب ونفاق اللي بتشوفه، هيدا بيحكي تغذية، هيدا بيحكي تعزية، هيدا بيحكي ريكي، هيدا بيحكي فنشوي، هيدا بيحكي لك كذابين. الصادق ترك لبنان ورجع أمريكا. بهالكتاب ماس كنترول كيف الطريقة يلي بيتهندس، كيف خلينا نقول هندسة وعي الإنسان، أهل الشرق اللي ماسكينها هلا فيك تكون أقوى أنت عليهم، أنت أقوى من عمل مثقال ذرة خير. دماغك عقلك أنت، اعدل وتوكل، هيدا العقل ما تخليهم يتحكموا فيك. بس نكون صاحيين، شو المفتاح؟ بداية الطريق. هلا حتى تقدر تحكم أي تحكم بشر أو تسيطر عليهم أو تسحبهم مثل الغنم أو شو مكان، أول خطوة إنك تمحي الطبيعة فيهم. طبعاً خلاص محو محو الطبيعة، هذه أول خطوة. يضل أسفل السافلي هدو قواوة. محو الطبيعة بتصير بطريقتين. الطريقة الأولى يلي هي السلطة العسكرية، كل الأطفال يلي بدهم ياخدوهم للعسكر من هن صغار. طبعاً كيف السلطة العسكرية عارفين شو المبدأ، مبني على الإذلال تيذلوا فيهم الناس، مبني على الكبت، هالرئيس بيحكي أي شيء وما في الواحد يرد عليه، رتب، وعارفين شو القصة. ومبني على شغلة كتير مهمة كمان يلي بيعملوها كمان بالشغلة الثانية الأيديولوجي، قلنا السيطرة الجسدية مثل الأمور العسكرية، والشغلة الثانية اللي هي السيطرة من خلال الأيديولوجي. كلنا عارفين النوايا، الشريعة، الفكر، الاستكبار، الإيجو، الأنا. الشريعة الكذب، كيف الكنيسة من فترة طويلة كتير شو عملت بالعلم وشو دمرت بالعلم وشو جهلت بالناس، حرقت جان دارك وبعد 300 سنة عملناها قديسة لدرجة مثلنا منغلط، لدرجة إنه يلي معاه كتاب يتخبى، كان ممنوع وجود الكتاب في البيت. أنا أمي ما كنت تسترجي تقرأ ولا كمال جملات ولا جبران، تطلع على السطح. هلا بيجوا بالخوارني بيتحكموا عند بي ويقولوا شوفوا عم تقرا هيدا درسي يعني، ويديك كافر كفرته الفاتيكان والكنيسه. في مرحله من المراحل كان مش انه كتاب معين ممنوع، لا، الكتاب بشكل عام اذا بيشوفوا كتاب في البيت على السجن، لا يجوز الكتاب. وطبعا الناس يلي انزرع فيهم الهبل
بيستوعبوا لما او مش يستوعبوا بتمشي عليهم الخدعه لما يقولوا لهم انه الكتاب هذا من الشياطين وهذا من الكذا بيصير يعطوها بالطريقه الكذابه هاي. يا خيي في بلد ببوسطن اسمها سالم، ليك شو هالبلد الحلوه، بتقوم مره عندها طاقه شفاء مثل المسيح. المسيح قال انا اتيت لانك انت مسيح اخر، ومحمد قال كل من حمد الله ايمانا واحتسابا، ما انا الا بشر مثلكم، مين ما يطلق محمد بدك ترد. بس عملت هالبنت هيك ايدي شيطان، قتلوا كل النسوان، البي اللي بنته عمره شهر يجيبها عند الابونا ويذبحها. هي سالم، مشان هيك بنعمل هالوين تنعتذر. اعتذر الفاتيكان، اعتذر رجال الدين، من بعد شو؟ نحن الحق علينا منسدي دغري. هيدا بيمثل الله على الارض، ليش انت مينك؟ ضل عبدي يتقرب الي بالنوافل، حكي عن النوافل ايوب وحكي عن مين ولا خلص. الله ما عنده ايدين غير ايدينا، مين بده يطبخ، مين بده يكنس ومسح، كل عمل عباده. سو كيف ممكن انا اخلق ناس تابعين ما عندهم تفكير، ما عندهم ابداع، ما عندهم مثل وضع العرب مثل ما احنا شايفين؟ ميت مع ميت، اموت مع اموت، ما في ابداع، في تبعيه، اكل شراء، ما في مخ، ما في شيء، عارفين شو القصه. بخلقها زي ما قلنا بطريقتين. ابو الخطوه الاولى يلي هي بسوي سيطره جسديه مثل العسكريه، مثل لما يكون في شيخ عشيره او اب مسيطر على الاطفال او شو ما كان، عارفين هاي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية اللي هي من خلال السيطرة الأيديولوجي، الشريعة الكذابة. نعم، مثل لما يجي شيخ باسم الإسلام، يا حرام، وين الإسلام علم الفطرة وين صار؟ يجي باسم الإسلام، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لازم تتذلل ولازم تكون تحت. تخيلوا جبنا طفل عمره 3 سنين والأربع سنين وقلت له هذا الكلام، بس ننتبه لحركة الطاقة في هذا الطفل، كيف بكون عم يركض وعم ينبسط وعم هذا، وما ما عنده خجل من هون، ما عنده خجل من هون، ما بيخاف هذا كيف شايفني وهذا شو بفكر فيي وهذا شو عمل، ما عنده هذا الشيء. مجرد من قال هذا الكلام بتلاقي هالطاقة كيف من هيك هيك راحت طاقة الحياة من هالجسم، وفورا بصير شوي شوي يصير في عنده سواد، يصير في عنده سواد. هذا واحد من الكتب، علم ويلهلم رايخ، The Body of Life، بيفرجي كيف مجرد ما انت هالطبيعة، هالفطرة، هالشيء الطبيعي المنطقي الإشي العادي، يعني خلينا نقول واحد قاعد جالس وحاطط موسيقى هادية حلوة شو ما كان، لا هي صاخبة ولا هي بيرفرت ولا هي يلا بالطرقات بالسيارات على الطريق، شيء إبداع رائع حاطه عم يسمع فيه، شيء كلاسيكي شو ما كان عم يسمع فيها، ودخل عليه واحد من هالأشخاص يلي مشوهين بالفكر تاعهم، بلش يقول له هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا هيك. إذا هالشخص اللي عم يسمع انطلط على الخدعة وصدق إنه الله ما بيصير هيك، طب العصفور شو عم بيعمل 24 ساعة؟ وين الورد؟ ليش هيك حلو؟ ليش هيك الألوان حلوة؟ ليش عم بلبسه بس أسود بأسود بأسود بأسود؟ وين؟ فالمهم إذا انطلط عليه هذه الخدعة فوراً بيصير في عنده انحباس في الطاقة، بدل ما تكون في جريان نهر بيصير في انحباس. الانحباس بيعمل شد في منطقة معينة، والشد هذا بيكون ضرب عضو معين، وبتصير تتفاقم المشكلة أكثر وأكثر وأكثر إذا ما انتبهوا حل المشكلة. The Body of Life بفرجي فيه كيف تنتبه، وإله أكثر من كتاب، توماس حنا اسمه، وشغله مبني على ويلهلم رايخ. بفرجي كيف بتشوف الجسم، المناطق اللي فيها شد، بتعرف شو العضو اللي فيه المشكلة وكيف تحلها، وحلها مش بالمساج، ممكن يساعد طبعا، لكن حلها اني اشيل المشكله وين انعقدت، وين اللا منطق يلي انزرع فيها الطفل وبسببه انعقدت هالعقده. فرويد كيف طلع؟ كيف صدقوا الناس فرويد لما طلع واعتبروه من اهم العلماء؟ وهو من اهم العلماء، الا انه في وسط الطريق للاسف صار في مساومه. كيف طلع؟ كان كثير بشكل خاص من النساء، كان يجوا عند يروح عند طبيب اعصاب، الايد مشلوله ما بتتحرك، هالإيد مشلولة يا عمي، عم يفحص ما في أي مشكلة عصبية، عم يفحص هاي مشلولة، مرات العين ما بتشوف، مرات شو ما كان في شد بالكتف، ما في مشكلة عصبية. فرويد زلمة
صار يدخل يحاول يلحق بالطريق الطبيعي، انه يلحق يشوف يحاول يعرف المشكله وين بلشت. طب يقول عندك هالايد ما بتتحرك، امتى بلشت؟ تقول فجاه. الفجاه هي امتى اجت؟ هيك 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 هيك. قدر يعرف انه هالمشاكل الجسديه، هالعضو بطل يتحرك بسبب فكره غلط انزرعت فيها، بسبب كبت شديد صار في منطقه في مرحله معينه. ما عاد يعرب، خلص ما عاد نخاف من موضوع اسمه جنس ولا موضوع كذا ولا موضوع كذا ولا موضوع هيك. المطلوب بس اخلاق. شو هو الزواج؟ ايجاب قبول وبالاشهار بالعلن، ازواج مع بعض ما بعود فيها ماشيين بعكس الطبيعه. بس ما عاد نخاف من هاي النقطه، كل واحد باخلاقه، والشريعه الاسلاميه وضحت كيفيه، بس نقرا الشريعه مثل ما هي مش حكي الاشخاص المشوهين. ف صار ينتبه إن تكون بلشت بكبت معين. والستات عند الأجانب قبل 50 سنة 70 سنة أيام فرويد بالعشرينات لما بلش، كانت النساء عند الغرب مثل النساء عند العرب هلا كتير مضطهدين. وما عم نطلب من النساء هلا عند العرب يروحوا يشلحوا ليفسروا غلط، لا، لكن عم نطلب إنه يرجع المنطق، ترجع الفطرة، ترجع الأخلاق. عارفين نقرأ القرآن ونقرأ الكتب السماوية ونشوف يعني شو بدنا نقول أكثر من هيك. فانتبه انه هالجسد هالعضو انشل او عم يعمل اعراض كانه مشلول دون وجود اي خطا جسدي بسبب عقده تكونت. The body of life، شغل ويلهلم رايخ، واللي مثل هيك عم يفرجوا كيف بكل منطقه بالجسم كل مشكله عاطفيه كتله عضليه موجوده. هنا اذا كان في بعرف انه مشكله مثلا بالكبد، هنا بعرف انه بالكلى، هون بعرف انه هيك، بحل مشكله العضو وبحل المشكله النفسيه. أهل الشر هذا العلم، The Light of Egypt، وما بنتهي العلم هذا، خصوصاً شيء مثل هيك للأسف موجود هلا بين إيدين بس أهل الشر دارسين هذا العلم وعارفين كيف يوصل الشعب، يوصلوا كل الناس خصوصاً العرب، لأن العرب خطر عليهم بسبب أنه عندهم الوسط، العلم والحكمة. فننتبه كيف هلا هالمنتجات اللي موجودة بالسوق، هالشركات العالمية، ننتبه الأفلام يلي بهوليوود، الفيديو كليبس، كل الشغلات اللي عم نشوفها التلفزيون والدعايات، للأسف الشركات الكبرى العربية كمان نشوف هالدعايات، هالرموز يلي عم يستعملوها، الكلمات يلي هي زرعوا الكبت الجنسي، غيروا الطبيعة، وبنفس الوقت راحوا حطوا كل المنتجات الكبيرة رموز الجنسية فيها. ما بعرف إذا راح يشيلوها، لكن كتير من الأمثلة. ننتبه على الدعايات، يعني ما بدي أحكي الاسم لنبلش هيك أو منحكي، ننتبه كيف بيصيروا يعملوا رموز. كلهم هيك بتعمل رموز للفجاينة. ما راح لكم ليش وكيف، فهمكم كفاية. ننتبه على السوبر ماركت العالمية كيف تلاقيهم بحطوا صور شبيهة بالعضو تبع الذكر. نشوف كيف فالقام اسمه عضو، وين ما كان حاطينها هي الفالقام، بنقوس البنيات، الأبراج، الفرد، البارودة، كله هي اللعب، هودي الكرتون تبع الأولاد الأجانب كلها بتشفر الأولاد على هيك. واحدة من الشغلات يعني ماركت سيارة كتير معروفة، إذا بتعكسوها بتصير ساكسل. عكس الكلمة. فيها كلمة كم كلمة موجودة فيها، بس هيك بيركبوا كلمات على بعض، مش يروح حدا هلا يعمل يشوف إيه هيك بعمل هيك بصير أبيع أكثر، لعنة، ويعني عارفين بعد الموت شو بيصير. ف كم كلمة بيعملوا الكبت، بحطوا هاي بيركبوهم مع بعض ببلشوا يبيعوا، وإحنا يعني خصوصا أهل العرب خصوصا هون عندنا صيحات جنسيه، تعالوا لهون شايفين قال الشرائط فلوا من هون، قال له شو؟ قال ما في عربين عم تجي، اذا ما اجوا العربين شو بدنا نشتغل؟ دول عم يجي منها ناس عم يعملوا هذا الشيء، الدول يلي بسموا حالهم دول اسلاميه. ف ما بيعرفوا شيء من الاسلام ابدا، ما عاد نرجع للفطره، صارت انديه كيف النود، هيدا اللايونز كلاب، الروتري كلاب، المعابد، الكنائس، الهياكل، كلها صارت نادي. انت اي نادي بتروح؟ انت اي نادي؟ في ضيعه عندنا فيها 17 كنيسه، قال لهم واحد ولا هالقد انتم كفار، ما بتأديكم وحده. كلهم تجار وكفار. افلام هوليوود، شو ننتبه كيف اكبر الشركات اللي موجوده بتبلش بفيرجن. شو الفيرجن؟ يعني كل مره صارت قليله ادب. هلا الكلمه بهمه كثير باي مطعم انك رحت، فيرجن. شو معنى كلمه فيرجن؟ هلا بيعملوا في بيبا. يعني كل النسوان في الخطيئة وبس الفيرجن هي اللي ايه طبعا. شوفوا هل شو هلا في سحاب تقبرني عم تعمل لك ايه، امريكا، الصين، اليابان، تيك 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 طالع نازل بتضلك
على الدولار موجود، على الكذا، على هذا، كل هاي الرموز موجودة. 20 دولار في عليها قصة فرجيتوني اياها كيف صارت كلها. بس مكتوب عليها أسامة أوباما تترتم تن تن تن، وكيف بدها تحترق البنيتين، وكلها بالعشرين دولار. هني عقليتهم هون، نحن عقليتنا. هلا شو اللي بيصير؟ لعبوا اللعبة بالعكس، هم عم يستغلوا الرموز هاي. شو حلوة هاي؟ شيب باور. هذا كتاب شكل، كيف العيون، المنخار، أنفاس، صدرة، صدر اليمين، صدر الشمال، الطرطق بالصرمية. What is the shape؟ شو الشكل؟ مش كتاب فلسفة، هذا كتاب علمي بحت، علمي بكل معنى الكلمة. يعني كان يفرجي كيف يجيب يعمل شكل، يحط نعم خشبة ونحن نركض حول الشكل، كيف شعراتها، كيف تبرم هيك. في وحدة مدري شو على تلفزيون عنا هون هيك، بس بتبرم مدري وين، MTV شغلة كلكم، بس تتبرم هيك. وبعدين هلا مدري كم مليون دفعوا لها قالت تروح على دبي، قالت لهم معلش بدبي بدفعوا لي اكثر، بروح وبتهز وبتعز وبتلز. اذا ما في مبدا خلص، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بس يكون في مبدا، والمبدا جاي من الفطره، والفطره جاي يعني كل واحد بيعمل شيء بعكس الفطره بتحمل نتيجته. وننتبه، مسؤوليه كثير كبيره. The pyramid energy. ايه شيب باور هون، او اقوى طاقه عندنا المنخار، هيدا البيراميد. دغري شلني شو موديل انفك اليوم بالربيع، يعني شو هلا السنه الانف لازم يكون هيك 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 فاشن. هول بقدمه ستار على قدمي و... حاجه من جاي شو بدك تعمل؟ يعني ما فيني فرجيكم الصور، هي بس نعكس الخدعه، نعكس بالشكل الخدعة. نغير بلا عقل، لازم يكون كمان، لازم يكون بلا عقل تغير الشكل. نغير الاسامي، اي شيء بيضحكوا علينا بالاسم بتكون شغله ما بتسوى، بغير الاسم وبحط علامه تجاريه. آه. بصير الناس يشتروها. وانتبهوا، الرموز الجنسيه اللي بتدخل، رموز السيطره، السلطه، القوه، الكذا، الرموز اللي بحطوها، فبصير الواحد بدل ما يدفع 10 دولار بدفع 100 دولار بنفس الشغله. فنغير الاسامي، ما نشتري اي شيء عليه ماركه تجاريه. من فتره خرب البوت اللي عندي، بدي اجيب واحد تاني. رحت على واحد من المحلات الكويسه، لانه باخذ واحد ضل عندي كذا سنه طبعا لأني. ففت على المحل، غالي رخيص، فت على المحل تاشتري. وفتت، هالبنت موجوده، تاع ايش طلبك؟ شيء لونه اسود تلبسه على اي شيء، ويكون يعني شكله عادي، ما بدي شيء غريب وهيك، يعني يكون شكله اللي هو الشيء الطبيعي. فهي الموجود، هي الموجود، هي الموجود، عم بتطلع سعره 85، سعره 90، سعره 100 بالدينار مش بالدولار، يعني بيطلع شيء 120 130 دولار هيك شيء. فانا هيك يعني استغرب، يا عمي قبل سنتين كان سعرهم 35 40، كيف صار هلا 80 90 هيك؟ وطلعت من المحل يعني عم بقول يعني ايش في كلمه متخلف مطبوعه على صباحي، انه شو 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 هالشيء اللي عم يعملوه الناس. وقعدت ادور على شيء ما عليه ماركه، بدي شيء مرتب ما عليه ماركه، مش انه ماركه يلي بروحوا على الصين بيطبعوا اي شيء، لا بدي شيء ما عليه ماركه. ولقيت واحد نفس يلي عم يبيعوه ب 90 ب 13 دينار اردني، يعني ما بيصل 16 دولار. نفس يلي عم يبيعوه ب 98 وما عليه ماركه. الظاهر نفس يلي عم ياخذوه تبعون جماعه الماركات، بس قبل ما يطبعوا عليه العلامه التجاريه. ف ندعم الصناعات العربيه هلا، وندعم اهل الصناعات اللي عندهم شركات الكترونيه يعملوا شيء جودته عاليه كثير لكن ما عليه ماركه. يصير في عندنا شيء انه ما عليه ماركه، حتى نتعلم انه انا مش علاقه عند حد، ماني عبد عند حد، احنا مش ليبل. هيدي حقها دولار بالاشرفيه في مطرح ثاني ستي. رحت لعندها قلت لها ليكي في ماركه هون، اذا انتم مش قصه ماركه. قالت لي لا، هيدي صناعتهم، بس هيدي صناعه سويسرا. شقفه قماشه وشقفه قماشه. فستان مثل هي بحلب او بالهند 10 دولارات، هون 300 400. هيومن تيونينج، ساوند هيلينج، برضه من ارقى الكتب. هذا واحد من الناس يلي بيشتغل كثير 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 كثير، بعدين بيكتب شيء صغير ما عنده حكي كثير. ما بعرف اذا يلي ما شاف يشوف، حاطين فيلم السايماتكس على الموقع. فيلم السايماتكس يلي بفرجي علم الصوت، اذا حطيت هالذبذبه بتعمل هالشكل، هالذبذبة بتعمل هالشكل، وكيف عم يتغير.
هيومن تيونينج هون عم يفرجي كيف بشخص هالمرض يلي موجود، بيعرف شو الصوت يلي متوافق معه، شو الذبذبة يلي متوافقة معه. والتيونينج فورك نعرف شوكة الرنانة، كل شوكة بكون في لها صوت واحد بس، صوت ما بتعمل غير صوت واحد، فبيجيب أكثر من بيجيب بكون عنده كذا صوت اللي هي تغطي كل قوس القزح. عندنا 7 ألوان بقوس القزح. ليش؟ يعني هاي مين هون هذا العلم لازم يتفسر. ليش لما جبت الضوء حطيته من خلال منشور أعطاني بس 7 ألوان؟ ليش مش 8؟ ليش مش 5؟ ليش مش 12؟ وفي علم 12 يلي هو لما نكمل الدائرة على بعض، بس ليش أعطاني 7 ألوان واضحة؟ فبيصير يعرف شو الصوت يلي متوافق مع هالمشكلة، وبيعطي هالصوت في مناطق معينة بالجسم، وما بتصدقوا النتائج اللي عم بتصير فيه. ميتشو كوشي يلي هو ليفينج كرايست بالعالم كله اعترف فيها، بيسمع أذان، بتقول له تسمع، بيصير يسمع بالها لهالعضو للقلب، ها للرئة، ها الاي لهيك، من الصوت بشوف شو بيتحرك فيه هو هالتناغم. أرحنا يا بلال، اليوم اللي عم بيأذن لا يتعدى اللسان والأذان، انتبهوا. كنوز كلها موجودة، كتير مهم، كثير. ما فيني اقول لكم من الصور، يعني ساوندينج فويس ثيرابي، كيف تتغير الاصوات بجسمك. نشيل السيطره، ما يعود حدا مسيطر علينا، نعمل الشيء لانه انا بدي اعمل هيك ومش لحاجه. شوفوا الله يخليكم، هيدي الخمس صلوات الصبح على الفجر، النفس بيتغير، الظهر الايثر ايثريك بادي جسد النوراني، العصر نار ابو تراب، بعدين المغرب الكرة الأرضية أمنا الأرض، العشاء طاقة المي، المي بتطفي النار، النار بتصل معدن، معدن بتصل شجرة، شجرة بتفوت بالتراب، والتراب بتشرب مي. هالخمس حدود مهمين كتير. مسلم مسيحي من ما كنت، أنت ترفع الصلاة فيك، إذا غيرك عم بيصلي شارك، صايم شارك معه بنوييك، إنما الأعمال بالنيات. هلأ طاقة النية خايد حكيها قبل ما يخلص الوقت. A thought is a destiny. علم كن فيكون، لكن مين عم بقلبه بيقرأ وبيشوف وبيفهم؟ شو هو علم كن فيكون؟ كن فيكون وخلص الوقت. ومرة تانية معي نكتان مهضومين ومنحكيهم، والحياة دمعة وابتسامة، وبدون نكتة الحياة فيها نكت. بشكركم. علامة الجديد مسجلة في دول العالم من قبل وكلاء التسجيل أبو غزالي للملكية الفكرية.